تأخير تأخير أنا في غاية السرور أيها الأخوة ورفاق السلاح الغباط الطيارين أن ألتقي بكم كنخبة من بين القوى الجوية اللي كان لها شرف المساهمة الفعالة في المعركة المقدسة بكل معاني التقديس الروحية والأرضية اللي نقاتل بها دفاعا عن الكرامة والشرف والحق. ومن موقع العدالة المطلقة تعبير عن موقفنا هذا ضد ناس تجاهلوا حقوقنا وتجاهلوا كرامتنا وتجاهلوا كل معاني الإنسانية في الصلة بين جارين أو بين دولتين. تعلمون كم تحملنا كعراقيين من هذا الجار اللعين ليس عبر السنتين المنصرمتين فحسب وإنما عبر تاريخ يمتد عمره 5000 سنة. كانت مساوئهم قبل الإسلام واستمرت إلى ما بعد الإسلام حتى يخيل إن الكثيرين منهم لم يكونوا مسلمين فعلا. الإسلام الذي يفهمه العرب ويؤمنون به أو ربما حتى كل الملل غير العربي. عندنا مسلمين أفغان وعندنا مسلمين باكستاني وعندنا مسلمين في سريلانكا شوي وعندنا في الجنوب شرق آسيا وعندنا في أفريقيا. ما ظهرت أمهم بين المسلمين حاولت وتعمدت الإساءة إلى العرب وإلى العراق بشكل خاص من بين العرب مثل ما حاول هذا الجار الفارسي. حضارة بابل هم دمروها والحضارة في شمال العراق هم دمروا والآن غايبين يدمرون هذه النهضة الجديدة. 80 سنة وشعبكم يعيش في حياة الانسحاق وفي موقع متدني في عند المقارنة بين موقعها وموقع الأمم الأخرى. 100 سنة من الحرمان وضنك العيش فقدان التوازن في الحياة الاجتماعية والسياسية والفكرية والاقتصادية. عندما بدأ شعبكم ينهض وعندما تهيأت إلى الظروف لأن ينهض بدأت المعاكسة الفارسية وبدايتها كانت في عام 69. هذه المرة قد ما تكون النهضة في بدايتها والآخرين في موقع آخر
أمر طبيعي أن تكون الصراع غير متكافئ، وبخاصة عندما يكون العراق يقاتل على جبهتين، الشمال وتعقيدات اللي كانوا جزء منه، ومجموع الضحايا اللي راحت بالشمال تصل إلى 100,000 بين شهيد وجريح. كل هذه الضحايا ثلاث أرباعها مسؤوليتها في أعناقه، خسر شعبنا من خيرة أبناء في هذا الجبل، وكانت فلوس الشاه وأسلحته المستندة إلى الخبراء الأمريكان والصهاينة هي اللي تذبح أخوتنا وأبنائنا. وقلنا راح الشاه ربما اللي يجون بعدي تكون العلاقة بيننا وبينهم طبيعي، وخاصة وأن اللي جوا بعده استضافيناهم 14 سنة على أرض العراق، شربوا من مي الفرات ومي دجلة، نفسوا هواء وسبع سنوات وإحنا نمدهم بالسلاح والأموال والإعلام والدعم السياسي، وربما كانت بذرتهم الأساسية بسبب هذا الدعم. العراقي لو تسجي مية من النهر وهو عطشان ما ينسى. انتو عايشين تولد العراق تعرفون طبع العراقي، حتى مرات يرتب حقوق للآخرين عليه لا يستحقونه أو أكثر مما يستحقون، منطلق من الوفاء اللي لا إلى حدود، وفاء بلا حدود ومقابلة الموقف الخير بموقف أفضل منه، ولكن مع الأسف وكأنهم عملوا الثورة لكي يبدأوا بالعراق كذلك، بعد أن مرت فترة هدنة بين عام 75 إلى عام أواخر 78، وكنا نقول وأنا في مقدمة من يقولون يهدئون الإخوان في القيادة أنه ربما ذولا نظام جديد وحديث، وبعد ما يعرف السياسة الدولية، بعد ما يدرك معاني وقيم الجيرة، بعد إلى آخره. أعطيناهم مهلة بعد أن سمعنا أشكال الشتائم والتدخل في شؤوننا الداخلية والاستمرار في الاحتفاظ بالاغتصاب اللي خلف الشاه واللي كان هو قد أقر في اتفاقية عام 75 أنه اغتصاب ينبغي أن يعود إلى أهله. احتفظوا بهذا الاغتصاب واعتبروه مكسب، أول حالة تعرض بالإعلام لهم كان بعد مضي أكثر من 4 أشهر على موقفهم السيء ضد حقوقكم ضد شعبكم ضد أمنكم. ثم تعرفون وأنتم جزء من هذا الشعب ما زلت تتذكر الصور الأطفال اللي ضربوا بالقنابل في بغداد بالنساء، فبدأت تحول في تفكير، بدأنا ما نعتبرهم جار يستحق الحقوق أي حقوق من حقوق الجير،
ولكن ما عليك. كنا نتمنى وما زلنا نتمنى حال ما كان بالإمكان أن تكون، ولو تجنبنا شر هؤلاء، لأن احنا ما بحاجة إلى أن نختبر في شجاعتنا. العراقيين معروفين في شجاعتهم، والناس اللي يقودون هذا البلد ما بحاجة إلى أن يختبرون لكي يقول عنهم الشعب هل هم شجعان أو لا. مرت بهم ظروف معروفة لدى كل العراقيين، كنا رايدين نبني بلدنا ونتجنب المشاكل، لكن عمر الإنسان ما عاش على الماديات في الحياة. وهكذا لم يسجل التاريخ أي تاجر بأنه كان يملك أكثر من الآخرين، ولم يسجل أي قطاعي بأنه كان يملك أرض أكثر من الآخرين، ولم يقل التاريخ أن فلان كان يملك معملا أكبر المعامل. دائما التاريخ سجل للناس اللي يدافعون عن كرامة أمتهم وشعبهم وحقوق شعبهم وسيادتهم وحقهم بالحياة. هكذا هي القوانين السماوية، وهكذا هي قوانين الطبيعة في الأرض وفي الحياة. سجل دائما الناس اللي يذودون عن القيم عندما تتعرض إلى المهانة من الآخر. بعد ذلك ما عاد بالمكان. ثم وصلنا إلى قناعة مطلقة أن هذا الشر ما بالإمكان أن نرده، فماكو غير إجابة. كان واضح أنه ما كان بالإمكان أن نرده بعد ما بدأوا يقصفون المدن الأهل والسكن. ظلوا قبلها شهرين مستمر يتعرضون إلى مخافرنا الحدودية، نرد على مخافرهم الحدودية وهكذا. لما شافونا عندنا صبر كافي قالوا يبدو ذولا مو كافي عليهم الحدود، لو ساكتين عن ضربة خانقين ومندلي في مندلي النفط خانة وزرباتيا لكان ضرب البصر، لو ساكتين عن البصرة لكان ضرب بغداد. وفعلا كان في يوم تضرب تصريحات بن صدر الآن ما هي إلا تغطية بعد أن عرفوا أن نحن عرفنا أنهم كانوا يعدون العدة لضربنا ثم بادرناهم بخر. اللي يقول بي إحنا كنا نعرف أن العراقيين يريدون يشنون هجوم علينا قبل كم أسبوع، 16 يوم أو كان مثل منظمة التحرير اللي تحدثوا عنه وقلنا لهم لا وما عندنا شيء، احنا خلي حقوقنا يرجعون اياها وكفى الله من شر القتال. واحنا ما يدزون مثل الفلسطينيين يغلقون الاجواء ويسوون التعبئة العامة، وقبلها اللي ينقلون طياراتهم من المطارات الأمامية بعضها، وبعضها ينقلهم من الطيارات الخلفية إلى المطارات الأمامية، الطيارات الضربة الأولى، ويطلعون كل طيارات المواصلات مالتهم قبل يوم 22 بأكثر من 15 كان واضح. مرارة حزيران ما زالت في نفوسنا، ما زالت كل نكسات العرب في نفوسنا، كأنه مطلوب عالميا أن العرب ما يتنفسون هواء طلق، وأن العراق بالذات ومن قوى عديدة تريد ما
ما ياخذ دوره مكانته، لأن العراق إذا ما أخذ مكانته الطبيعية لابد أن ينعكس هذا على الأمة بصورة إيجابية بشكل أو بآخر. ندافع عن حقوق العراقيين وشرفهم وكرامتهم وسيادتهم، وهكذا كانت الضربة الأولى أن توجهتها يوم فين وش وبغض النظر عن نتائجها، فكانت هذه بالحسابات المعنوية هي الصورة الصحيحة. قلنا احنا اللي نموت، مو الان بعد 10 سنوات، مو بعد 10 سنوات، بعد 20 سنة امامنا ملايين من الناس غادروا، لكن الناس اللي يصنعون في مرحلة من التاريخ مجد خاص هم ذول اللي التاريخ يذكر، يظلون احياء وهم اخرين. يعني العراق من صار لي هالساعة راحوا بملايين الناس، ما ندري لا نحفظ اسمهم ولا نعرفهم، لكن يذكرون مراحل معينة من العراق، فلان مرحلة فلان مرحلة فلان مرحلة فلان مرحلة. خالد بن الوليد عبارة عن قائد فيلق، لماذا يذكر بعد 1400 سنة؟ لم يكن هو الخليفة، لم يكن الشخص الأول، ولم يكن بموقع الوزير، ولم يكن بموقع الاستشار للخليفة، وإنما كان قائد فيلق. وتذكر أسماء، طوابير الأسماء، تذكرون جول جمال أظن عام 56، أكيد كل الجيل ماله الآن 200، ما حد يذكرهم، ما حد يذكرهم، لكن جيل جمال ظل وراح يظل يذكر بعد مئات السنين. الناس اللي من جيل أبهاتنا كلهم ماتوا، وما في ذلك أبهاتنا ما حد يذكرهم بشيء، يعني أسوي شيء معين، لكن من هذا الجيل حتى منك واحد يذكر في مكان آخر من غير العراق، لأن ما مرت بالعراق فرصة أن يذكرون رجال على نطاق واسع في السابق، لكن جاء الوقت لأن سجل هذه المرحلة التاريخية مكان للرجال اللي يخدموها بطريقة غير اعتيادية. وعلى أساس هذه المفاهيم نلتقي بكم، نلتقي بالرجال اللي يشتركون مع كل رفاقهم بالسلاح بمجد واحد، هو الدفاع عن شرف العراق وسيادته وعن كرامة الأمة وحقوقها، ولكن من موقع متميز للناس اللي قاموا بفعالية من 9 إلى 17 طلعة، مو إلى 17 طلعة، كان بيكم أنا طلع على الجدول والعميد والعقيد، مو ممكن عميد أيضا عقيد لحد عقيد، فحتى سألت له محمد قلت له عقيد، قال لي عقيد. هذه الصورة هي هذه اللي هي هاي اللي نعشقها للقوة الجوية العراقية،
لكل الفرسان اللي دافعون عن شرف أمتهم ومصالح بلادهم وكرامتهم، والذين يحققون التاريخ بطريق جديد يقولون له اكتب حالة جديدة وموضوع جديد عن العراق. كافي وضع استمر 800 سنة، مثل ما رفاق لكم يكتبون أيضا نفس التاريخ في جبهات القتال من صنوف أخرى ومن مواقع أخرى. ولكننا نعرف أن الطيار يقاتل بمفرده، وفي كل قوانين الحياة هناك فرق بين من يقاتل بمفرده وبين من يقاتل مع جمع من الرجال. فهي هذه الفروسية بأرقى صورها هي فروسية أجدادكم العراقيين لتقرم تاريخه. وهي هذه الصورة اللي يتأملها الطفل اللي يغني لكم بالتلفزيون، والشاعر اللي ينشدكم وينشد المرحلة كلها، واللي بدونكم بدون غيركم ورفاقكم بالسلاح ما كان ممكن أن تمتلئ بالأز والمجد. اللي نتمنى من الله يكمل أعيكم يخليكم مرفوعي الرأس، لأنكم أصحاب حق، تجنبتم الشر بكل وسائل ولم يكن بالإمكان إلا مواجهتي. ومن العار قد ما تكون الأمور هكذا أن نواجهه باقتدار، لأننا ما خلقنا إلا أن نكون ضد الباطل مع الحق. نعتبر القيم الاعتبارية هي الأساس في أي بناء نبنيه. والعراقي رغم كل ظروف الانسحاب كان دائما مسألة الكرامة هي المرتبة الأولى في سلم الأسبقيات. فباسم قيادة الدولة وقيادة الحزب وقيادة القوات المسلحة أشكركم مع بالغ الاعتزاز بكل المعاني العميقة في النفس والفخر العالي بجهودكم العظيمة وبتضحياتكم الحدة على طريق المبادئ السامية لأمتكم. وثقوا أنكم متميزون عن الآخرين بفهم الله وفهم حقوق الله وفهم رسالته في الأرض وفيما بين الأرض والسماء. وهؤلاء المحملين بكل معنى الرذيلة إلا ما يظهرونه من عمائم، ولا لا يفهمون الله ولا يفهمون أي معنى من معاني رسالة السماوية. لأن الذي لا يحترم العرب لا يحترم الله ولا يؤمن به. هذه مسألة عادت ضمن أحكام العقيدة، ليس حالة نخلقها وإنما حالة نعرفها لأنها موجودة في كل سلسلة الديانات قبل الإسلام ومركزة في الإسلام. ولماذا لم يختار الله نبيا في بلاد فارس؟ ولماذا لم يأتي برسول في أمريكا وفي الهند في الصين؟
لماذا هذا الإصرار؟ المتعمد بأن يكون كل الأنبياء والرسل في الكتب السماوية في الوطن وبين أبناء. هذا الروح بعون الله تنتصر. بمعاكستها يندحر الداخل. ورغم كل الفعاليات العسكرية الناجحة حاولنا باستمرار أن لا نذلهم، لأنه ليس من عادتنا أن نتكبر. كل مرحلة نحاول أن ننطيهم ما ينقذ ماء الوجه فيصرون إلا أن يكونوا متكبرين كما كان رستم من قبل. أوصينا قائد القوة الجوية أنه أنتم ما تطيرون، مو لأنه نخشى عوارض الحياة، نحن نؤمن كما قلت أنه في كل الأحوال كل من النتيجة راح نسجل في ذمته الحياة الأخرى، ولكن حتى تكون فرصة أيضا لإخوانكم الآخرين ذات الطريق من الشرف. شو كنت ما وصلوا إلى 9 طلعات وراها عود نرد نكرر أيهم أقل. بس نعمل أنه كل ما عندكم من خبرة سواء قبل المعارك أو بعد المعارك تحطوها في خدمة إخوانكم. تكون فعاليات محل دراسة مستمرة بينكم، لا تنتظرون تنتهي الحرب لكي تدرسون الظواهر، تنطوها تحليلاتها ومعالجاتها، والمشاكل تنطوها تحليلاتها ومعالجاتها، لأنه لا كل ما تبرز عندكم حالة وبعد جماعي وفق تحديدات الموضوع فيه أمر القاعدة مع ضباط الرئيسيين، أمر السرب مع ضباطه، أمر الجناح مع عدد من ضباط الجناح، يدرسون كل واحد لكي تكون فعالياتهم أدب، خسارتهم أقل، خسائر العدو مثل ما نفعل في القيادة العامة. احنا انتهجنا منهج من اليوم الأول، اليوم الأول ما ظهرت بإمكانية دراسة أي ظاهرة، من أظن اليوم الثاني أو الثالث بدأنا أي ظاهرة نشوف بها خلل ما نتركها إلى أن تنتهي الحرب ثم حتى نأخذ منها دروس فورا، تبعد نحللها نلقى لها حل ثم نمشي. كانت في القوات الجوية وكانت في القوات في القوى البحرية وكانت في القوات الأرضية. فأنتوا أيضا من خلال العمل الجماعي تبرز كثير من الأمور، التفاعل بالآراء والمناقشة. التقينا حتى بعدد من منكم عامل القواعد، عدد منهم وعدد من عامل القواعد وعدد من قيادة القوة الجوية وهيئة أركان.
لازم يفهم كل جندي وكل ضابط في القوة الجوية مثل ما في السموم والأسلحة الأخرى، وشرفه مرتبط بسلاح. وعندما يهتز دور سلاحه يهتز بقدر أو بآخر شرف المرتبط بشرف الوطن وشرف الشعب وشرف الأمة. ذلك تكون مرفوع للرأس. وهنالك فرق بين من يطأطأ رأسه وبين من يكون رأسه مرفوع. ولا نستطيع أن نتمنى للعراقيين كلهم، بل لا نستطيع أن نرى أي صورة غير أن يكونوا مرفوع الرأس، لأنه هذا استحقاقهم. هذا استحقاقهم، هم جديرين بأن يكون رأسهم مرفوع. إن شاء الله مثل ما ساهمتم سيكون دوركم كذلك في المستقبل، سواء في التدريب أو في فعالية القتال عندما تقتضي الضرورة. دور أساس بهذا الاتجاه. أرجو أن تنقلوا تحياتي وتحيات إخواننا في القيادة، في قيادة الدولة العليا، في قيادة الحزب العليا، في القيادة العامة للقوات المسلحة، إلى أخوانكم ضباط وأمارات، بلغوهم اعتزازنا العظيم بجهود. أتمنى لكم التوفيق في كل حياتكم. Thank you.
لازم أدور على عبد العطيل سوف تساوي شنقعة الكوجين كان قاعدة تدربة جيشوي هاشم دينار هندي محمود سلاش الهيتي 5000 دينار فاروق سعيد عباس الراشدي وزوجته ماجد عبد الجبار غلام 5000 دينار قيس ونزار وعدنان ومحمد الجمالي 4000 دينار زكي عزيز قادر 3000 دينار الحاجة ناد حماد فريح الحلبوس 3000 دينار مهدي أحمد موسى 3000 دينار فاضل عباس علوان 3000 دينار العقيد الطيار هيثم أحمد توفيق 2000 دينار سلوى عبد الرزاق الخطاب 162 غرام مع 1000 دينار وجميل عباس غازي 126 غرام مع 1000 دينار عقيدة السيد معين حميد مرزا أتبرع بمبلغ غريب أتبرع بالفي دينار وعائلتي ب 178 غرام من الذهب وذلك دعم المجهود الحربي وشكرا. المقاتل نعمان كاظم عامر قاطع 7 وكار المشترك من تنظيمات فرع سعد بن أبي وقاص جئت نيابة عن رفاق المقاتلين متبرعا بمبلغ 11250 دينار دعما للمجهود الحربي. انتهز هذه الفرصة لمهنئ القيادة وعلى رأس الرفيق المناضل صدام حسين الانتصارات التي حققها جنده لميامين في قواطع العمليات في الفيلق الأول والثاني وتمنى من الله التوفيق وشكرا. بسم الله الرحمن الرحيم. المواطن خالد عود الكويسي أتبرع بمبلغ 100000 دينار وذلك دعما للمجهود الحربي علما بأني قد تبرعت سابقا بكيلو 1.5 غرام في منظمة حي القاهرة ومنظمة فرقة المغرب 5000 دينار وتبرع آخر 10000 دينار وذلك دعم المجهود الحربي إنما يقدمه المواطن من مبلغ من مال وذهب لا يساوي قطرة دم نزفها الشهيد في أرض المعركة. العقيد الطيار ركن قيس ربيع عبد الرحمن أتبرع ب2000 دينار إضافة للتبرعات السابقة دعم للمجهود الحربي وشكرا. المواطن محمد عود الكبيسي بسم الله الرحمن الرحيم وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهون به عدو الله وعدوكم يسرني أن أساهم بالمجهود الحربي حيث سبق أن قدمت مصوغات ذهبية قدرها 5 كيلوات و632 غرام ومع سيارة خاصة بالإضافة 12 كيلوغرام و200 غرام مصوغات ذهبية وهذه الكميات والله العظيم لا تعادل قطرة دم تسال من مقاتل عراقي على أرض الوطن وأننا سوف نستمر في الدعم للمجهود الحربي ما دامت المعركة مستمرة وحتى تحقيق النصر إن شاء الله.